إلى أبرز العناوين التي جاءت في الملف اليمني. نبدأ بموقع سبوتنيك الروسي الذي يقول: اليمن القوات المشتركة 20 جريحا من الحوثيين في معارك بالساحل الغربي. موقع ميو: تعثر اتفاق تشكيل الحكومة ينذر بعودة التوتر لجنوب اليمن. عدم التوافق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على تقاسم السلطة في اليمن يشكل نكسة لجهود رأب الصدع، ويمثل فرصة من المتوقع أن يستغلها الانقلابيون الحوثيون المدعومين من إيران بالاستمرار في تنفيذ انتهاكاتهم. إلى موقع عاجل الذي يقول: الغالبية في الحديدة والضالع وحجة. الأمم المتحدة: الحوثيون يعوقون وصول المساعدات لستة ملايين يمنية. موقع المصدر 24 الذي ينقل عن منظمة أنقذ الطفولة: مقتل وإصابة 33 طفلا شهريا في الحديدة وتعز في 2019. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتي: الحوثيون يهددون بتصعيد عسكري في الحديدة. شبكة الصين الدولية: نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض محاكمة الحوثيين لعشرة صحفيين في صنعاء. وكالة الأنباء الكويتية: وزير يمني يدعو لإغاثة طارئة لجزيرة سقطرى المتضررة من السيول. موقع 24 الذي يقول: محلل يمني ل24: خفض القوات السودانية لن يؤثر على قوات التحالف العربي في اليمن. موقع الإمارات اليوم: بينها 28 صاروخ أرض إتلاف 7778 لغما وقذيفة في مديرية المخا غرب اليمن. وأخيرا إلى موقع الخبر: رئيس الحكومة يصف الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بالصعب، ويؤكد أن الإصلاحات مدعومة من الرئيس.